رجل يفعل الحرام مع الخادمة وهي مغلوبة على أمرها، ولكن النهاية كانت معجزة. أسعد الله مساكم بالخير ومتابعينا في كل مكان، وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد وقصة واقعية جديدة راح تتعجب منها وفيها العجب كتير. ولكن في البداية أتمنى من الله أن أمركم كلها تكون زين وصحتكم تكون على أحسن حال وحياتكم تكون سعيدة إن شاء الله. قصتنا اليوم عن قصة زوج وزوجة، كانوا متزوجين عن قصة حب كبيرة، وكانت الزوجة في الأصل هي ميسورة الحال جدا، وبعد ما توفى والدها كان الميراث كله صاير لها هي، لأن هي كانت وحيدة الأب والأم. من كتر حبها في الزوج وعشقها ليه راحت كتبت له كل شيء تملكه باسمه هو، وصار هو اللي بيملك كل شيء وهي ما تملك أي شيء. في يوم من الأيام اجت الزوجة وحكت مع زوجها إن هي بدها تجيب خادمة على البيت، فحكى معاها إنه هو يعني علاش نجيب واحدة غريبة في البيت وتضل معانا وهيك. قالت له أنا تعبت من شغلة الشغل البيت يعني وبدي خادمة. قال لها طب خلاص أنا بشوف لك حدا. قالت له لا أنا عندي واحدة جاهزة وراح أجيبها مشان هي اللي تشتغل معانا في البيت. قال لها أوكي ما في مشكلة. اجت البنت واشتغلت، كانت بنت حلوة وزينة وما فيها اي شيء. طبعا الشيطان لازم يدخل في هاي الشغلة، بلش الشيطان يلعب براسه انه هو يساوي معاها الحرام وهي هيك هيك موجودة بالبيت. فرتب الامور وجاب مخدر منوم يعني وحطه للزوجة في العصير قبل ما تنام مشان لما هو ينزل على الخادمة في غرفتها الزوجة ما تحس بشي. وفعلا أخذت الزوجة العصير وراحت في النوم. نزل هو غرفة الخادمة وأول ما حست بالخادمة فزت من مكانها، لكن هو كان أقوى منها، مسكها وكتفها وسكر تمها مشان ما تطلع صوت وساوى معاها اللي بده إياه. صارت الخادمة تبكي وليش سويت معايا وهيك، وهو طازز بالحكي ما سأل فيها وتركها وراح. تاني يوم الصباح الخادمة راحت حكت كل شي صار منه معاها بالمساء وخبرت الزوجة باللي صار كله. لما رجع من الدوام من الشغل واجهته الزوجة بإني انت شلون تساوي هيك مع خادمتي وانا اصلا مو مقصرة معك بشي. هو ما نكر اي شي، بالعكس قال لها ايه انا سويت هيك ووقت بدي ساوي بساوي معاها او مع غيرها، واذا بدي اتزوج بتزوج كمان. قالت له انت شلون تحكي هيك، خلاص احنا كل واحد فينا يروح لحاله. قال لها ايه وشو عليه، كل واحد فينا يروح لحاله عادي. قالت له اوكي بس رجع لي مصاري، المصاري اللي انت خدتها مني كلها بدي اياها. قال لها لا ما عاد رجع لك اياها، انت كتبتي لي المصاري كلها باسمي وانا ما راح ارجع شيء. هلا اذا بدك تطلقين بتطلقك اوكي، بس تطلعي بالثياب اللي عليكي وبس. طبعا الزوجة اتعجبت من ردة الفعل اللي هو سواها وانه هو شلون ما بده رجع لها مصاري. قالت له انا بس بدي اخبرك بشغلة مهمة يمكن انت لسه مو منتبه عليها. وقت ما كان بدك تساوي هيك معاها وهي كان بدها تحكي معاك وانت ما عطيها فرصة ان هي تحكي معاك ولا كلمة زين، كانت بدها تخبرك بشي مهم بس انت ما انتبهت، بس انا رح خبرك هلا. قالت له انت تعرف ليش انا جبت هاي الخادمة خاص نص على البيت عندي، مع اني مو معتازة الخادمة في البيت عندي ولا معتازة لحدا يخدمني ماشي، لكني جبتها لانها مريضة وبدها حدا يساعدها، وانا كنت دايم دوم بنزل معاها كتير عند الطبيب مشان اشوف تطورات المرض اللي عندها. فتبسم هيك وضحك وقال لها ايه ويعني شو عندها يعني من شو تشتكي. قالت له هي مريضة بالإيدز وانت اكيد اخذت منها المرض من بعد ما سويت معاها هاي الشغلة.
قال لها لا انت كذابة، وهي مو مريضة بالإيدز ولا شي، وهي مو مبين عليها اي شي. قالت له اوكي انا كذابة، روح للطبيب وكشف عن نفسك وسوي تحاليلك وشوف شوف النتيجة اللي انت سويتها لنفسك. فعلا راح للطبيب تاني يوم، والطبيب طلب منه تحاليل وفحوصات وسواها، واكتشف انه اخذ منها الإيدز، وعرف ان خلاص هو هيك يعني نهايته قربت، وقربت كتير بسبب انه هو ساوى هاي الشغلة مع الخادمة. طبعا مع مرور الوقت بلش انه هو يظهر عليه عوارض المرض، ومع الوهم كمان انه هو موهوم بانه هو عنده المرض، واي شيء يحس بيه يفسره انه هاد نتيجة الايدز اللي هو حمله. اتدهورت حالته بسرعة، لان كمان حالته النفسية مو مساعداه انه هو يتحسن، وتوفى نتيجة هاي العملة اللي ساواها. ورجعت المصاري مرة تانية للزوجة اللي هو ما كان بده يرجعها ليها. يعني سبحان الله، هو عصى رب العالمين وغضب رب العالمين وساوى الحرام، وما كان يعرف ان هذا الحرام فيه الهلاك. لهيك دايم دوم بقول لكم انكم خليكم حريصين انكم تبعدون عن طريق الشيطان، لان الشيطان في النهاية بتكون نهايته يعني شيء تخسر حياتك، تخسر أحبابك، وتخسر رضا رب العالمين، وتكون النهاية يعني بشعة، الخاتمة ما بتكون حلوة مثل هاد. يعني ساوى الحرم، وكمان ما كان بده يرجع لها المصاري اللي خدها منها، اللي هي أصلا يعني تخصها هي، وهي اللي عطتها لي عن طيب خاطر، وفي النهاية كمان راح ساوى هاي الشغلة ويهددها انك راح تطلعين بالتياب اللي عليكي، وما سائل بأي شيء. واجا رب العالمين انتقم منه في كل اللي سواه، انه اخذ منها المرض. لهيك دايما دايما بذكركم انكم تبعدون عن طريق الشيطان، مشان ربنا يجعل خاتمتنا خير، وما نخسر لا دنيا ولا نخسر اخرى، ويكون ربنا دايم دوم رضيان عنا. لا تفرح بالشيء الحرام اللي بيكون فيه هيك ملزة ومتعة، لانه في النهاية حرام ونهايته ما بتكون حلوة. حتى لو ما ظهرت العاقبة بسرعة، رح تبين بعدها ولو بفترة، ولما تبين بعدها ولو بفترة رح تلاقيها عواقبها مدمرة ومخربة لحياتك. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية القصة ونهاية الفيديو. أتمنى من الله أنها تعجبكم، ولا تنسون قبل أن تغادرون الفيديو لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات مشان يوصلكم كل فيديو جديد من قناتنا. مع تمنياتي ليكم بالسعادة والصحة والتوفيق.